السلام عليكم. بهذا المقطع راح نعرض لكم مجموعة من الرفوف السيتات اللي يتم تعليقها على الجدران أو بالزوايا أو على الدرج أيضا حسب رغبة الشخص. بالنسبة للأسعار، كل قطعة أو كل سيت إلى سعر محدد، وأيضا يعني من ضمن السيت اكو الوان محددة، وايضا بالامكان الشخص انه يقوم بتلوينها عن طريق علب الرش حسب يعني متطلبات الديكور او الحائط اللي يتم تعليقنا عليه. وايضا راح نراويكم مجموعة من الصور للديكورات اللي ممكن عملها بهذه الرفوف.